قبل ما بلش مقطع يا حبايب اللي مجهزه من حوالي اسبوع، ولكن صارت فيها كورونا فاضطريت اني اجله. يلا كملته تقريبا بعد حوالي اسبوع. اذا حابين يا حبايب ينزل الجزء الثاني والصدمات الاكثر، راح اعطيكم رابط بالوصف. الكل راح يدخل على الرابط ويشوف المقطع، حطكم اياه بالوصف. تفجرون جيش مملكه القصص. اذا حابين ينزل الجزء الثاني والتسريبات والمقابله كامله، الكل راح ينزل على الوصف ويفجر مقطع جيش مملكه القصص بسرعه 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 بسرعه. يلا جيش مملكه القصص بالقصرون، الرابط بالوصف، الكل بسرعه يروح يشوفه ويفجر المقطع. اوكي يا اخي، الناس تحب تنداس. بالبدايه يا حبايب حاب اوضح 3 نقاط، لان اعرفك هواي جهال راح يجون عندي بالتعليقات. اول شيء يا حبايب، القناه مو مفعل عليها الارباح، وهذا دليل قدامكم، يعني الهدف من الفيديو ابدا مو ارباح ولا فلوس، لان اكو ناس عبالهم كل الناس مثلهم هم كلاب مصاري. وثاني شيء يا حبايب، الهدف مو مشاهدات، فكلكم تعرفون اني غيرت محتواي، والحمد لله انه ربي وفقني ويا اللي قاعد اصور وياها اللي هي خطيبتي، ودا اجيب مشاهدات اعلى من مقاطع الاخبار ب10 اضعاف. ثالث شيء، ليش سويت هذا الفيديو وشنو هو بالضبط؟ مثل ما تعرفون يا حبايب، بالانستغرام دا انزل هواي ستوريات انه انا عندي بطولة ملاكمة قريبا، وقاعد اجهز لها، عمود اسوي مقطع على الموضوع وارفع اسم بلادي العراق بالملاكمة. فشفت احد اليوتيوبر يا حبايب اللي انا صراحة كنت احبهم وما عندي اي مشكلة وياه، اللي هو رامي عبد الحي، مسوي مقطع، وفجأة يا حبايب صار يحكي على قناتي انه هي قناتي اخبار وفضايح ومحتواي مو زين ومو مناسب. طبعا يا حبايب، خلاف انه انا غيرت محتواي وليه هسه اكو ناس يحكون علي، يعني والله ما ادري شنو اسوي، غيرت محتواي وناس تحكي علي، احكي الحق واحكي الواقع اللي قاعد يصير، واليوتيوبر الوجه الافضل مالتهم هم يجون يحكون علي. طبعا انا شفت مقطعه واقسم بالله ما زعلت، بس اكو شيء واحد كلش زعلني بنهايه المقطع. حكى على بنيه اسمها داني نيوز، اوجه لها الف تحيه، ما عندي اي مشكله وياها والله يوفقها، بس صار يقول دانيا بيوم من الايام كشفت حقيقه، طبعا بخلاف لو كلام كان علي كان راح يقول فضحت. المهم انه احمد النشيط وبنين ستار مرتبطين، ونفس هذا الكلام يا حبايب لما اني نقلته، عمر ابو الروب سواني دا افضح، ورامي عبد الحي هم سواني دا افضح، بس داني سووه دا تنقل اخبار. طبعا انا مشكلتي مو يا دانيا، اكيد هي طبعا ما تنقل فضايح، وبالعكس محتواها حلو الله يوفقها يا رب، بس سواء داني ولا غيرها لما اليوتيوبر يحكون عليهم يعاملوهم باسلوب حلو، بس لما يحكون علي اصير ناقل فضايح واصير شخص سيء، مع اني انقل الحقيقه مثلي مثل غيري، ويمكن انا اكون احسن يا حبايب، لان كل اللي انا اشرب قناتي هي عباره عن اخبار عاديه، وبس اليوتيوبر يسبني ويأذيني اطلع واكشف حقيقه الوسخه. والله يا حبايب اني اعرف وانتم عارفين انه ما حد بالسوشيال ميديا يسترجي يحكي الحكي اللي انا قاعد احكي، لان كلهم يخافون يخسرون مصلحتهم، كلهم يمسحون جوخ ويتلوقون على مود شويه متابعين، وتعرفون كل الزين اني اقدر اسوي هذا الشيء. يعني انت الشخص اللي تكرهني حاليا اذا تشوف المقطع، ليش ما تشغل عقلك شويه؟ انسى كل كلام اليوتيوبر عني، انسى كل الاشاعات اللي طلعت عني، بس فكر لو انا دا اسوي هذا الشيء على مود المشاهدات والفلوس، ليش ما بالعكس اوقف ويا اليوتيوبر الكبار وانقل عليهم كل شيء حلو وهم يدعموني؟ فكر شوية، ليش بقصة ياسو بريدر وقفت ويا الحق مو ويا الأرقام، مو ويا ياسو اللي عندها أرقام أكثر؟ قصة جواني بيسان ليش وقفت ويا الحق؟ ليش مو وقفت ويا الملايين والأرقام؟ مع أنكم تعرفون كل الزين شلون عرضوا علي أني أشتغل وياهم مقابل دعم ورفضت. شوفوا هذا الفويس، كنت أطلع بفيديو على اليوتيوب أحكي ما بيني أنا وبيسان إسماعيل وأنس الشايب انتهى، وأنا بطلع بستوري بحكي لهم حبايبي ارفعوا الشاشة واحضروا الفيديو. شفتوا شلون يطلبون من عندي انه انا اوقف وياهم ونزلوا لي ستوريات وما ادري شنو، ولكن انا ارفض. بس فكروا لو انا شخص مو زين كان استفاديت من هالقصص، مع انه انا دائما يا حبايب احب اوقف ويا الحق. ما راح يجي يوم، والله ما راح يجي يوم يا حبايب تشوفون يوتيوبر يسوي مثلي، هاي حطوها ببالكم، لانه ما حد يقدر يقاوم مثلي، ما حد يفضل كلمه الحق على المشاهدات والفلوس. ما سالتوا ليش اغلب اليوتيوبر يحاربوني؟ انا اقول لكم، لان كل اليوتيوبر عارفين ايش قد هم زباله وايش قد هم ناس سيئين، وعارفين حيجي يوم وتنكشف حقيقتهم عندي، فاكيد يريدون يوقفوني ويوقعوني ويضروني ويمسحون قناتي قبل ما يجي هذا اليوم. واكبر دليل نور ستار اللي تسوي نفسها حبابه قدامكم، اليوم راح اشوف حقيقتها. اوكي انا فهد الزين، نقل الفضايح، اليوم راح افضح نور ستار، وهذه الفضيحه بذمه رامي، لانه يا حبايب حذرت بالمقطع هذه، قلت اي واحد راح يحكي عن محتواي راح يطلع والعن الوضع تماما، وقلت راح اصير انزل فضيحه وكل فضيحه تنزل تكون بذمه الشخص اللي حكى علي. اوكي المهم نور ستار شنو مسويه؟ الصراحه انا من زمان اريد احكي بالموضوع، بس قلت مشكله عائليه وما حبيت اتدخل. بس الصراحة أبوها هو تواصل وياي وطلب مني أكشف الحقيقة، والصراحة القصة كلش عيب وأبد ما ينسكت عليها. اللي ما يعرف نور ستار وبنين ستار، بكل مرة يطلعون مقابلة صار يحكون على أبوهم إنه هو ولا شيء وإنه هو شخص مو زين وما متأثرين بغيابه، لأنه مثل ما تعرفون نور ستار أبوها مختفي وما يطلع وياها من بدايتها بالسوشيال ميديا. طيب غياب الأب كيف أثر في حياتك؟ ما أثر أبدا؟ لا.
طبعا تخيلوا بنات يحتون على ابوهم بهذا الشكل وما حد يقولهم عيب. المهم ابو نور ستار يا حبايب تواصل وياي وسويت وياه مقابلة وبعث لي صور اكد انه هو ابو نور ستار فعلا هو ابوها يعني، وانا متاكد 100% هو ابوها يا حبايب. واحد من الاشياء اللي كشفها انه وليد يعتبر هو مو ابنه لان ام نور ستار هي متزوجة شخص ثاني. راح احكي لكم هذا الموضوع بالفيديو الجاي يا حبايب. بعدين حكى لي انه هو يحاول يحكي ويا نور ستار لان هو يشتاق لها، ابي يشتاق لبنته ولكن هي ترفض بكل عين وقحة. ويا حبايب تطلع بالسوشيال ميديا تقول انه هي تحبه وما ادري شنو على اساس، ولكن هي بالواقع يعني قاعد ترفض انه تحكي وياه، وانه هو يحاول يتصل بيها ولكن هي ما تنطي الرقم مالتها له، وحتى ام نور ستار هي هم تمنع بناتها يحكون وياه. هي من تقول ما يتواصل وياي، هي من تريد شغله كانت تقابرني برقم. انتوا ايش وقت اخر مره حكيتوا ويا بعض؟ والله ممكن 3 سنوات اكثر. هاي نحكي من فتره تركنا، والسبب هما يعني اللي حابب توضحه للناس انه انت ما كنت عايفها، انه ما انت كنت حابب ان تكون سند لها، ولكن كانت انه امها هي اللي كانت تمنعك من هذا الشيء. اي طبعا قلت بالنسبه لي انا سويت كل شيء يسعدها، هي من طاعة موافقة للسفر من العراق لسوريا. اكيد طبعا هي كانت صغيره فلازم لها موافقة. ولكن لما هو ينزل صورة إلها بالسوشيال ميديا ما تكون نازلة يعني بالعادة، رسا تخاف نور ستار لأن مو هدفها أبوها خطية، ولا تقول إنه هو يريد يحكي وياها، لا هدفها يا حبايب ما تخسر جمهورها بالسوشيال ميديا. طبعا هي تسوي نفسها طيبة مرات تسوي أنشر بالبداية أنشر صورة لولا نور لولا بنين على الفيس رأسا يخابرني. صح والله ما أبو جوب ولا أنقر، بس أنا ما أدري إذا والله يشهد عليه، وأنا ما أريد من عندها شيء، بس لا ظل تجرح وأنا أبوي. أكيد طبعا الموضوع أنه أنت أبوك مرة قصدك أنت أبوك هسه خابرتي مثل استفسرت عنه عادلتي. صح بس هي تدري بالأحداث شو تعادل، يعني هي تدري الغلط مو مني، هي بالحقيقة أبوها عايش بالعراق ووضع صعب، مو قادر يسافر لدبي عمود يشوف بنته لأن ما عنده فلوس. طبعا هذا الشيء مو عيب، ولكن العيب إنه أنت قاعد بدبي اللي هي نور ستار وتشتري لامبرجيني وعايش حياته وأبوها بالعراق ووضع صعب ويا عائلته. كنت أعرف أنا لا أريد أروح الأمريكا صعب. يراد لي لا أمريكا والله صعب، بس خلني أقول هسه بالإمارات وأرد أروح للإمارات. ايش قد يراد لي التكاليف والتأشيرة، وانا ترى انسان على قد حالي. صح صح وعندي عائلة كبيرة. صح هذا اول مقطع عن الموضوع، راح انزل لكم الباقي بالايام الجايه لان قلت لكم عندي بطوله ملاكمه يا حبايب والله، وحرفيا يعني 24 ساعه تمرين والوضع كله صعب، وقريبا راح اكمل لكم الموضوع كامل. وبس كان لكم فهد الزين، حطوا لايك مع السلامه. نور ستار بزمانها باعت ابن بلدها اللي هو واني فهد الزين على مود شويه مشاهدات وتصور ويا بيسان اسماعيل وانطتني سترايكين، واقسم بربي من اجتني هذه السترايكين اني بكيت لاني كنت عارف انه قناتي راح تتاذى، ومن يومها قناتي كلش منضره والله يا حبايبي. انه بيومها دعيت ربي وقلت اللهم انت عارف بحقي، وقف وياي وانتقم لي، وعرفت انه رب العالمين حيدور الدنيا وتجي حقيقتها بين ايدي.